دواء الآن درناها في واحد السياق معين، وهذا السياق جاء بعد خروج توصيات مؤسسات وسيط المملكة، تفاعل ديال الحكومة ببلاغ رسمي، تجاوب ديال وزارة العدل بقرار إداري واحد 2023 صادر في 6 يونيو 2023 لتنظيم الامتحان في 9 يوليو 2023. هذا التطور المؤسساتي ناتج عن ما سمي بحركة المرسبين في المغرب، التي انتقدت بشكل كبير الخروقات ديال امتحان 2022. إلا أن الجو العام والرأي العام حاليا يتساءل على مجموعة من الإشكالات، أبرزها هل هذا الحل كان بمقابل معين وكان بمقابل تمرير لوائح ريعية، وانطلاقا من أن تنسيقية طنجة كانت تمثل الشمال في حضورها مع جلسات التسوية، كنا مجبرين أننا نخرج نوضح مجموعة النقاط الرئيسية للرأي العام. ومن هذا المنطلق نحاول نوضع واحد التصور عام كيفاش تبنى هذا الحل اللي كيشوفوه حاليا في شكل امتحان سينظم في 9 يوليو. إذن تدخل ديال مؤسسة الوسيط تدخل دستوري وفق مقتضيات الفصل 162 من الدستور، وخاصة المادة 11 أو الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون 14-16 المنظم لمؤسسة الوسيط. منطوق هذه المادة يقول لك أن هذه المبادرة هي مبادرة تلقائية من مؤسسة الوسيط، كلما تعلق الأمر بأزمة بين مرفق عام ومرتفق، وهذا المرفق والمرتفق نتج عنه عدم خروجهم باتفاق معين. هذا التدخل هو تدخل مستحب في جميع الأزمات بين المرفق والمرتفق، استجابة لأي حركة احتجاجية معينة خاصة المتعلقة بما هو إداري. إذن كذلك بالإضافة إلى الشكل القانوني العام اللي دخلت به مؤسسة الوسيط، دخلت ببعد إنساني، إلا أنه كذلك تحت الشكل القانوني ألا وهو الإضراب عن الطعام المنظم من طرف التنسيقية الوطنية، والتنسيقية الطنجة كانت مشاركة فيه آنذاك في الدار البيضاء، وخلص الأمر وبتاريخ 17 أبريل تدخل مؤسسة الوسيط وتم رفع إضراب عن الطعام، اعتمادا منه أنه يوضع لنا واحد الحل شمولي لكافة المرسبين. كما تعلمون نظمنا اليوم الندوة ديالنا في للإجابة على مجموعة من الإشكالات. الإشكال الأول هو البلاغ ديال وسيط المملكة اللي جاب مجموعة من التوصيات في يوم 3 يونيو، بالإضافة إلى القرار الصادر عن وزارة العدل 1/2023 بتاريخ 6 يونيو، وأخيرا الموقف ديالنا حنايا اللي نجسدوه من خلال هذا القرار هذا اللي صدر في 6 يونيو، وهو اللي جاء عنوانا لهذه الندوة، لأنه أصبح يروج في الإعلام حاليا في الرأي العام أن التنسيقية الوطنية أو المرسبين بشكل عام قدموا لائحة ريعية مقابل قبولهم بهذا الحل، وبالتالي نحن ملزمون باعتبارنا ممثلين ديال التنسيقية طنجة للمرسبين في طنجة وباقي الأقاليم الشمالية، ملزمون أننا نوضح بعض النقاط الرئيسية. أول حاجة نثمن العمل الجاد اللي دارته مؤسسة وسيط المملكة واللي خرج بتوصيات ديال 03 يونيو، بالإضافة أن هذا العمل كان ثمرة للنقاش اللي درناه مع مؤسسة الوسيط ورفعناه عن طريق مذكرة في تاريخ 26 ماي 2023، لدرجة حنايا كنعتبروا كمتضررين من هذا الامتحان 2022 كنعتبروا أن مؤسسة الوسيط توافقت معنا في كثيرا بالتقارب ديال توصيات الوسيط مع مذكرتنا المرفوعة إليها، إلا أنه راجع قبل الإعلان عن التوصيات أن التنسيقية الوطنية وضعت لائحة ريعية، بدأ يروج أنها وضعت لائحة ريعية مقابل الحل، بالإضافة أنه بدأ آنذاك يروج كذلك أن سيد وسيط المملكة رفض بشكل قطعي أي حل متعلق بأي حل ريعي، وبالتالي الخروج ديال التوصية في 3 يونيو يعتبر نهاية مشوار مؤسسة الوسيط في الموضوع.
مرورا بالتكريس ديال التوصيات عن طريق الحكومه ووزاره العدل، خرج القرار ديال وزاره العدل. القرار كيفاش كنعتبروه حنايا؟ امام مجموعه من الادعاءات ومجموعه من ما يروج بشكل كبير ان التنسيقيه الوطنيه اخذت وعودا لتمرير لائحه فيها 35 عضو من التنسيقيه الوطنيه في الامتحان 2023، نقول ونسجل ان التنسيقيه ديال طنجه قدمت مذكره كتابيه مسؤوله كترفض اي حل من حلول الريع اللي ممكن تديره الوزاره مع التنسيقيه الوطنيه. كذلك نسجل ثلاثه النقاط على القرار ديال الامتحان. النقطه الاولى هو ان القرار غير مشمول بلجنه الاشراف على الامتحان ديال المحاماه، وبالتالي وجب ان يسرع السيد وزير العدل في اصدار قرار اخر لتعيين اللجنه، واللجنه ما خصهاش تكون تعملنا نفس الخروقات ديال السابق. بالإضافة لذلك أنه خصنا الضمانات ديال عدم الانتقام من أي مناضل في التنسيقية الوطنية، والتنزيل الحرفي لجميع مؤسسات الدولة لحل النزيه. وشكرا. قرار هذا القرار راه باقي تبعو اي تبعو قرار اخر ديال تعيين اللجنه اللي نسجل بشكل سلبي انه غائب من هنا، وموراها يتبعو قرار اخر ديال القرار ديال تحديد الاشخاص الناجحين في الكتابي، وقرار اخر ديال تحديد الاشخاص الناجحين في الشفوي. انا ذاك كيكون الموضوع قد انتهى. اما لحد الان الموضوع وضع في السكه المستقيمه في الطريق الصحيح، لكن يلاه بدينا الخطوه الاولى. إذن هذا القرار كيفاش كنشوفوا حنا؟ الموقف ديالنا من القرار ديال وزير العدل الصادر بتاريخ 6 يونيو الذي سينظم امتحان 9 يوليوز، كنشوفوه كنسجلوا فيه جوج الملاحظات. الملاحظة الأولى هو أنه نثمن السيد وزير العدل أنه تجاوب بشكل سريع مع التوصيات ومع البلاغ ديال السيد رئيس الحكومة، بحيث لم تمر سوى 3 أيام خرج هذا القرار. لكن نسجل بشكل سلبي كما سجلنا بشكل إيجابي أنه كان قرار سريع، نسجل بشكل سلبي أن هذا القرار غائب فيه اللجنة التي ستشرف على الامتحان، مع العلم أن اللجنة الأولى اللي شرفت على الامتحان 2022 هي من تتحمل مسؤولية كبيرة في الفساد والخروقات اللي كان في الامتحان 2022، وبالتالي المركزية ديال التعاقد، وكما تعلمون في القانون الإداري القرار الصادر عن إرادة